السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الو مكملين. اهلا بكم يا جماعه، اهلا بكل السهرانين والناس اللي فطرت وصلت التراويح وجات علشان تشوف صوت الناس وتسمعنا وتشاركنا وتقول رايها. النهارده عايز ابدا معاكم بشكل مباشر على مع الجيش، مع القوات المسلحه المصريه. رايي مش انا اللي بقوله، اللي بيقوله يزيد صايغ، ويزيد صايغ ده زميل اول وباحث رئيسي في مركز كارنيجي للشرق الاوسط اللي موجود الفرع بتاعه العربي في بيروت. رأي صادم جدا في الجيش المصري، الجيش اللي تولى الحكم من سنة 54 بعد الانقلاب اللي عمله في 52. واحدة واحدة كان القصة كلها بتتمحور او بتدور ان احنا عندنا اسرة، عيلة محمد علي باشا الكبير. العيلة دي عندها السلطة وعندها الثروة وحواليها شوية باشوات ومنتفعين، ولكن كانت في الاول وفي الاخر عيلة. حصل الانقلاب العسكري وانتقلت السلطة من عيلة لناس كتير قوي، لظباط. كل ظابط فيهم بقى شايف نفسه ان هو اللي مسؤول عن البلد وان هو الوطن والوطنية. الكلام ده اللي قاله او قاله بشكل او باخر اللي هو محمد نجيب اول رئيس لجمهورية مصر العربية، لما قال شلنا الملك وجبنا 13 ملك. 13 ملك اللي كان قصده عليهم هم الظباط الاحرار، المجموعة المكونة للظباط الاحرار. بس بعد كده الامر ما وقفش عند ال 13 ظابط اللي هم بقوا 13 ملك. الامر انتقل الى ان كل ظابط او كتير يعني منهم بقى بيحس نفسه ان هو ملك، بقى عايز صلاحيات الملك، بقى عايز يعيش عيشة الملك، مع انه هو في الحقيقة لا ملك ولا من اسرة محمد علي ولا اصلا ليه فيها، ولا فاهم اصلا معنى الثورة اللي هم عملوها، ان كانت ثورة او الانقلاب زي ما حصل. هو قام اصلا عشان يقضي على الملكية، ولكن كل واحد فيهم كان عايز يبقى ملك. ده عبر عنه عبد الفتاح السيسي بالمناسبة، وكان دايما يقول ده عرق الجيش، ده شغل الجيش، دي فلوس الجيش، وكأن الجيش حاجة والدولة حاجة، مع ان الواقع بيقول ان الجيش جزء من الدولة، مش دولة داخل الدولة. الجيش بتاعنا، الجيش هو احنا، الجيش هو المواطنين. انما القصة اصبحت في ضباط بيصل عدد اللواءات فيهم لحوالي 15,000 لواء. اللواءات في الجيوش زي ما هتسمع من يزيد صايغ دلوقتي بيقولك في الجيش الاسرائيلي والبريطاني والجيوش دي مثلا ممكن تلاقي لواء بيستقيل او خلاص بيسيب الخدمة عن 48 سنة. في مصر لا، اللواء ممكن يقعد لستين سنة، والسيسي خلاه ممكن يقعد 65 سنة. طب هو ايه عطاؤه اللي هيديه في الميدان؟ هي القصة مش قصة عطاء، القصة قصة احساس انه ملك. ما حدش يقول له امشي، وما حدش يقول له روح، وما حدش يقول له تعالى، يفضل هو عايش في حياة الحياة الملوكية كده. تعال اسمع معايا من يزيد الصايغ وهو بيتكلم عن الجيش المصري اللي هو بيقول عنه انه اصبح جيش غير مقاتل. الناس اللي بتسأل ليه عبد الفتاح السيسي بيعمل ابراهيم العرجاني والميليشيات بتاعت ابراهيم العرجاني ونخنوخ والميليشيات بتاعت نخنوخ، الرد من عند يزيد صايغ ان الجيش المصري اصبح جيش غير مقاتل زي ما هيقول دلوقتي. ان القوات المسلحه المصريه اليوم اذا كانت شريحه كبار الضباط، يعني يمكن 15,000 ضابط تقريبا بحجم لواء، وهي نسبه عجيبه، يعني ما في يمكن جيش بالعالم عنده هالقد كبار ضباط، لانه الجيوش عاده عندها شكل هرمي اكثر. هذا له علاقه ب يعني المنافع اللي تعطى لهالضباط الكبار وتمديد مثلا فتره الخدمه. اللواء كان بيتقاعد عمره 58 مثلا بالجيش الاسرائيلي او بريطانيا، كان يتقاعد 48، بمصر 58 ومددوا هلا مؤخرا لكمان 4 سنين. طب هذا بس حتى يضل ياخذوا الى اخره. هذا اصبح جيش غير مقاتل. أصبح جيش غير مقاتل، ده كلام يزيد صايغ اللي بيتكلم كمان عن إن دي مش وجهة نظره، دي وجهة نظر العسكريين الأمريكان القريبين من الجيش المصري، هم اللي بيقولوا الرأي ده. كمل معايا كلام يزيد صايغ. أنا بخلال هالبحث قابلت بشكل مباشر أو غير مباشر مجموعة من الضباط والمسؤولين الأمريكيين العاملين في العلاقة الرسمية الثنائية الأمريكية المصرية، يعني هم مسؤولين عن المعونة العسكرية إلى مصر. ولما بتسألهم وبيشتغل على مستوى يعني رئاسة البعثة وعلى مستوى اللجان الفرعية مع سلاح الجو وسلاح البحرية كذا، لما بتسألهم شو رأيكم بالجيش المصري أو القوات المسلحة المصرية كقوة مقاتلة، بقول لك هي مش قوة مقاتلة، احنا ما نعتبرها قوة مقاتلة. يبقى الأمريكان ما بيعتبروش إن الجيش المصري قوة مقاتلة،
وهم شايفين ان الحال دلوقتي اشبه بالجيش سنة 67، وحتى يزيد صايغ بيشبه عبد الفتاح السيسي باللواء او بالفريق، او حتى كان المشير عبد الحكيم عامر. ايه وجه التشابه ما بين عبد الفتاح السيسي وعبد الحكيم عامر؟ تعال نشوف يزيد صايغ بيقول عليه ايه. ما بيعتبرها جيش اصلا، هذا جواب. هلا يعني انا بخشى انه اليوم مثل ما السيسي هو عامر، انه القوات المسلحه المصريه عام 2019 مثل القوات المسلحه المصريه عشيه حرب 67. كلام قديم حتى قبل ما تظهر الميليشيات بوضوح في العهد اللي احنا فيه دلوقتي وسنة 2024، ميليشيات اللي هي بتاعت إبراهيم الأرجاني. طيب بيقول لك ان هو شايف ان السيسي نفس عبد الفتاح السيسي نفس عبد الحكيم عامر، وهو خايف ان الجيش المصري دلوقتي يكون في وضع الجيش المصري سنة 1967. ما بتمناش ده، ومش بقول لك ان ده حاصل ولا مش حاصل، ولكن انا جايب لك رايي اللي باحث في مؤسسه معتبره، مؤسسه كارنيجي، وبعدين هو بينقل لك عن سياسيين وعسكريين امريكان بشكل او اخر. تعال نشوف تعليقات حضراتكم على منصه اكس. معايا تعليق لنور الدين على الكلام ده. نور الدين بيقول ايه؟ بدون بحث عسكري ولا غيره، الجميع في مصر يعلم هذه الحقائق، وايضا الجيش ما قبل 67 ليس فقط، ولكن مصر كلها ما قبل 67. الرئيس يريد التخلص من القوى العسكرية التي أصبحت تخيفه وتهدد وجوده حتى ولو كانت هواجس. قيادات الصف الثاني والثالث أصبحوا غير قادرين على الاستمرار. واخد بالك؟ هو بيقول لك نفس الحال بتاع 67 هو. نشوف حساب مالكوم إكس على تويتر بيقول، بيعلق على الموضوع بعضه برضه، بيقول: محق، أنا أتذكر تجنيدي في سيدي براني، آلاف من المدرعات الأمريكية الخردة ودبابات M60 مخزنة في العراء، يأكلها التراب والتعابين والفيران والحشرات، ولما يكون في تفتيش حرب يقطروها ويرصوها ويدوها غسيل بالمية، وبعدين رص العساكر بالسلاح قدام المعدة، خد اللقطة، وبعدين كله يروح. ده يعني اللي بيتكلم عليه او بيوصفه مالكوم اكس، وبيوصف لك حياته وهو في العسكريه، ان الموضوع كله لقطه ومفيش لا جيش محارب ولا حاجه. ده كلام مالكوم اكس. طيب عندنا مصطفى وحسابه على منصه اكس بيقول ايه؟ بيقول لك: اكيد قوه كل همها شفط خيرات البلد والتحكم الاقتصادي الكامل وتصنيع مستلزمات ست البيت، لا يمكن ان يكون همه او عينه على تدريب من اجل قتال، ولا يمكن بالتالي أن يكون قوة مقاتلة كما هو معروف مكون كتايب ولواءات، ولكن دلوقتي مكون من كتايب ولواءات، سمك جمبري، كحك، بسكوت، شنط بلاستيك، يا تهني للي عاوزة إيه بلح نقطة. طيب نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده إن في حالة ترهل في الجيش شايفها يزيد صايغ ورصدها من سنوات، ورصدها بعض المجندين اللي خدموا في الجيش المصري. طيب الكلام ده إحنا نقره او نعاديه؟ لا، احنا بننقله لحضراتكم وانتوا تقدروا تشوفوا وتحكموا اللي خدم في الجيش واللي بيشوف. اكيد يهمنا جيشنا يكون قوي، تكون بلدنا قادرة على تأمين حدودها وسلامة اراضيها وامنها القومي، ولكن الواقع اللي بيرصده باحث مهم في مؤسسة مهمة عالمية بيقول غير كده، وبعض شهادات الناس اللي خدمت في القوات المسلحة برضو بتقول شهادات عكس الكلام اللي ممكن يتروج عن القوة والردع، وخاصة ده بيتم تدعيمه لما تلاقي ايه: تمام يا فندم، ضابط مقاتل، او يقولك يا رائد مقاتل مدير خط الجمبري، عن مقاتل مدير خط المشع... يعني المفروض حضرتك تبقى مدير سرية بتاع وحدة او كتيبة تحارب في الصحراء، انما الجمبري مقطوع الراس ده بصراحة اسمح لي يعني.